Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours avec mes apprentissages en français. Lisana al-Khamisa, la page 38, Safhat Miotletin, évaluation. Communication, communication et acte de langage. Souhel awel. Observe ces photos. La had had soar. Choisis une personnalité. Khtar wahed chakhsiya min bin had soar. Informe-toi, puis informe tes camarades sur son origine. Yani bhet ou al malumat ou fer hadouk al malumat lel asdiqa dialek koulihom hdar lihom ala had chakhsiya sur son origine, l'asl dialo, son lieu de naissance, le makan dial zdiyad dialo, ses études, le dirasa dialo, chnou kanet, son métier, le mihna dialo ou le domaine qui en a fait une personne célèbre, lel majal li dar minno wahed chakhsiya li mchoura. دونك هنا عندنا ثلاثه ديال الصور، ثلاثه ديال الشخصيات، كاين إزا جينيني، كاين مهدي بن عطيه، وكاين كمال ودغيري. دونك نختاروا واحد فيهم ونتكلموا عليه ونعطيو هذه المعلومات اللي طلبوا منا. بالنسبه للسؤال الثاني، عندنا الصوره ديال فيستيفال دي سويرا ديال قناوه. Tu as assisté au festival des musiques sacrées du monde de Fès, يعني حضرتي المهرجان ديال الموسيقى الروحيه العالميه اللي كاين في فاس او ان اوتر فيستيفال ولا حضرتي لواحد الفيستيفال واحد اخر ممكن يكون هذا ديال فاس ديال الموسيقى الروحيه ممكن يكون ديال الصويره ديال موسيقى ديال قناوه ممكن يكون ديال مراكش فيستيفال مراكش دي غير ديال مراكش دغير ديال مهرجان مراكش للضحك دونك واحد اختار واحد الفيستيفال وقال لك طلب منا المطلوب هنايا هو راكونت حكي لينا راكونت سي تي بيمو عطي كامراد حكي هاد الحدث حكيه للاصدقاء ديالك دونك غادي تهضر عليه دير عليه تعريف وتهضر على اللحظه اللي عشتيها في هذاك الفيستيفال دونك هاد الاسئله هاد جوج الاسئله كيذكرونا بالليكتور اللي شفناها اول ليكتور شفناها اول تكست لو بروميير تكست كون ا فيو في لونيتي 1 في هاد لونيتي الاولى كان صفحه 12 لاباج 12 كان سميتو سيليبريتي ماروكان دو موند دونك حتى هو كان بنفس الطريقه كانوا واضعين ثلاثه ديال الصور ثلاثه ديال اربعه ديال الصور اربعه ديال الشخصيات المعروفه و تكلموا لنا على كل شخصيه كان عندنا نجاه بالقاسم كان عندنا حكيم زياش كان عندنا كمال ودغيري اللي هو طالبين منا نيت هاد في هاد ليفالواسيون دونك ديجا عندنا واحد النص عليه وكان عندنا جمال دبوز وكاد المالح اللي تكلمنا فيه تاع على هذا مراكش دو غير الفيستيفال ديال مراكش دو غير دونك غادي نديرو بنفس الطريقه يعني بالنسبه لكم ممكن تستعملوا بهذا النص اللي كاين في الصفحه 12 يعاونكم بالنسبه لي انا غادي ناخذ غير مثال غادي ناخذ مثال ديال مهدي بن عطيه بالنسبه للسؤال الاول وبالنسبه للسؤال الثاني غادي نتكلم على لو فيستيفال دو غير دو مراكش يعني مهرجان الضحك اللي كاين في مراكش هادو هما جوج اللي غادي نتكلموا عليهم غادي نوضع لكم الصوره ديال الجواب الاول ومن بعدها نوضع لكم الصوره ديال الجواب الثاني ونقراوهم دونك هنا عندنا النص اللي درناه على قبل نتكلموا فيه على مهدي بن عطيه دونك مهدي بن عطيه اني ا كور كورون دون ليسون ان فرانس مهدي بن عطية تزاد في هذه المنطقة اللي كتواجد في فرنسا لو 17 أبريل 1987 يعني تزاد نهار 17 أبريل 1987 دان بير ماروكان من أب مغربي أوريجينير دو فقيه بن صالح يعني فقيه بن صالح الأصل ديال الأب ديالو من الفقيه
مدينة فقيه بن صالح، اي دون مير الجيريان والام ديالو من ام جزائريه. مهدي بن عطية انتغري لو بريستيجيو سنتر دو فورماسيون دو لي ان اف كلير فونتين. دونك لي ان اف هي لانستيتو ناسيونال دو فوتبول، يعني المعهد الوطني لكرة القدم، كاين في كلير فونتين، هذه منطقة في فرنسا. دونك هنا قالنا بن عطيه دخل تسجل في هذا لو سونتر دو فورماسيون باش يتعلم ويتدرب يدير التدريبات ديالو. ا 32 عام، ملي كانت عنده 32 عام، مهدي بن عطيه ا اوبتينو سو دون ريغي لا بلوبار دي فوتبولور دو موند انتي. دونك مهدي بن عطيه حصل على داكشي اللي ممكن يحلم به اي اغلب اللاعبين ديال او اللاعبين ديال كره القدم اللي كاينين كيتواجدوا في من العالم باسره. Des titres, une participation à la Coupe du Monde et la reconnaissance de ses pairs. Donc, des titres, huma alqab, hassal ala alqab. Une participation à la Coupe du Monde, cherk f le kas l'alam. Et la reconnaissance de ses pairs. Ses pairs, yani le munafisin dialo, le l'aab li min niveau dialo, min nafs le mustawa dialo. Donc, tarfou bih. هكذا هو النص اللي هضرتنا فيه على مهدي بن عطية، عطينا فيه معلومات كتخص هذا الشخصية. دابا نمروا للسؤال الثاني اللي غنتكلموا فيه على فيستيفال ديال مراكش دو غير. Le Festival du Rire de Marrakech est un festival international annuel d'humour qui se tient dans la ville rouge. دونك هنا قالك المهرجان اللي الضحك اللي في مراكش هو واحد المهرجان عالمي انويال، يعني كيجي كل سنه سنوي، دومور ديال الضحك، كي سو تيان دون لا فيل روج، اللي كيكون في المدينه الحمراء. المدينه الحمراء كنعنيو بها مدينه مراكش. الى était lancé par Jamel Debbouze. يعني جمال دبوز هو اللي ابتكر هذه الفكره، هو اللي اختار هذا البرنامج وهذا الفيستيفال en 2011 et accueille chaque année des artistes marocains et humoristes. وكل سنه chaque année كيحتضن بعض des artistes فنانين مغاربة و دي زوموريست الفكاهيين. J'ai eu l'occasion d'assister avec ma famille. جاتني الفرصة باش نحضر مع العائلة ديالي. Où j'ai été fascinée par la grande et belle salle et la grande influence du public. يعني كنت مبهر، تبهرت بهذيك لاصال، بهذيك القاعة الكبيرة وزوينة، وبالتأثير ديال الجمهور. Des humoristes marocains, foukahien maghariba, distingués, ont participé au spectacle, cherko fil ard, spectacle, des performances musicales d'artistes marocains, kanouta عروض موسيقية من فنانين مغاربة. لامبيونس ايتي ميرفييوز، يعني الجو كان رائع، كار لي بارتيسيبان اون بريزونتي دي بيرفورمانس ساتيريك كي ان سوسيتي لادميراسيون دو توس. يعني الجو كان رائع حيت المشاركين داروا واحد العروض رائعة اللي جذبات الاعجاب ديال الجميع. دونك هادو كانوا غير جوج ديال الامثله ديال الاجوبه على هادوك الاسئله. كما قلت لكم بنفس الطريقه ديال النص الاول اللي كان عندنا اللي قريناه في الصفحه 12، وبنفس الطريقه اللي وريتكم دابا اللي درت هاد جوج الامثله، نتوما تقدروا تهضروا على شخصيه اخرى، نوتغ بيرسوناليتي، تختاروها من بين هادوك جوج اللي بقاو لينا. وبالنسبه للسؤال الثاني تختاروا فيستيفال واحد اخر حتى هو تكلموا عليه بنفس الطريقه. Maintenant, on passe à la lecture compréhension. Un numéro et la lecture compréhension.
عندنا نص وعندنا 5 ديال الأسئلة. إذا أول حاجة غادي نقرأ قراءة بسيطة ببطء باش تتبعوا معايا وتحاولوا تقراوها مزيان، تعلموا تقراوها مزيان. المرة الثانية غادي نقراها ولكن مع الشرح، والحاجة الثالثة غادي نقراو الأسئلة كاملين ونشرحوهم، وعاد نوريكم الصفحة اللي جاوبت فيها على الأسئلة إن شاء الله. إذا نبداو. Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire d'Essaouira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle, et ce sont ces valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Donc, d'abord, on va dire Audrey Azoulay, donc l'ism dialad chersiya mchoura. Audrey Azoulay est née à Paris, c'est Beris, Paris, dans une famille juive marocaine originaire de Essaouira. يعني في واحد العائلة اللي هي يهودية مغربية من الأصل ديالها من الصويرة، مدينة الصويرة. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. يعني الطفولة ديالها دازت ما بين فرنسا والمغرب، يعني كانوا كيتنقلوا ما بين فرنسا وما بين المغرب. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. السمية ديالها وديال الأب ديالها تقريبا كيتشابهوا، داكشي علاش كنغلط فيهم. دونك البنت سميتها أودري والأب ديالها سميتو أندري، صافي البنت أودري والأب أندري. Donc l'ab ديالها قالت لك est la fille du journaliste, كان واحد صحفي et homme politique ou رجل ديال السياسة. Audrey Azoulay a été ministre de la culture en 2010 2016 en France. كانت ministre يعني وزيرة ديال الثقافة ديال la culture ديال الثقافة في 2016 في فرنسا avant d'être élue قبل ما ينتخبوها à la tête de l'UNESCO، تكون على رأس l'UNESCO في 2017 en 2017. Dans son nouveau poste في المهمة ديالها الجديدة أو في المهنة ديالها الجديدة، elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. كدير واحد الجهد كبير باش تزيد بالإدوكاسيون بالتعليم والتربية للقدام. Elle est fière de son origine marocaine. هي فخورة بالأصل ديالها المغربي. هنا عندنا entre guillemets، يعني هذا الكلام اللي قلته هي شخصيا. قالت le Maroc est un pays de diversité de culture plurielle، يعني المغرب هو واحد البلد اللي فيه تنوع وفيه ثقافات مختلفة وكثيرة. et ce sont ces valeurs qui m'ont porté، وهاد القيم لي فالور هما القيم، هاد القيم هما اللي التروفية. سوليني مدام أزولاي دونز اون ديكلاراسيون على بريس ماروكان، يعني هادشي قالتو مدام أزولاي في واحد ديكلاراسيون في على بريس الصحافة المغربية، لا بريس ماروكان الصحافة المغربية. دونك الآن نمرو إلى لي كيستيون، عندنا خمسة تاع لي كيستيون. بروميير كيستيون، أو إني أودري أزولاي، فين تزادت أودري أزولاي؟ سؤال تاني، كي سون بير، شكون هو الأب ديالها؟ وكيلي سون ميتيي، شناهي المهنة ديالو؟ السؤال التالت،
كل ميتيير تاع ليكزارسي شنو هما المهن اللي مارساتهم هاد الشخصيه. السؤال الرابع كو فو تيل فير بروغريسي شنو هي الحاجه اللي بغات تزيد بها القدام. السؤال الخامس غولاف سو كو ريبريزونت لو ماروك بور ال يعني جبد لينا او استخرج من النص الكلمات اللي كتعبر على شنو كيمثل ليها المغرب لو ماروك بالنسبه لها هي شنو كيمثل ليها. غنلقاو كلمات والاجوبه كاملين غادي نلقاوهم غير من ناخذوهم غير من النص. اذا لا بروميير ريبونس الجواب الاول عندنا اودري ازولاي اني ا باري يعني اودري ازولاي تزادت في مدينه باريس. السؤال الثاني او الجواب الثاني دوزيام ريبونس سون بير اي اندري ازولاي باها سميتو اندري ازولاي المهنه ديالك سيتي او سي ان جورناليست هو واحد الصحفي اي اوم بوليتيك او رجل ديال السياسه. ريبونس نيميرو 3 Elle a été ministre de la culture, puis a été élue à la tête de l'UNESCO. Chi kamel chfna fnas. Yani hna chfna hadrna ala el mihan li marsatom anha kanat wazira dial thaqafa f Fransa f sanat 2016 w men ba3d wlat ras l'UNESCO f 2017. Réponse 4, le jawab rabi, elle veut faire progresser l'éducation. Yani le ta'lim, tarbiya w ta'lim huwa li bghat tzid bih lqdam. Réponse numéro 5, le jawab raqam 5, le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle. Donc huwa lklam li qalt hiya lsahafa lmaghribiya w li abrat bih ala shnu kimtel liha lmaghrib. إذن هذه غادي تكون النهاية ديال الحصة ديال اليوم. إلى اللقاء في حصة جديدة. أوفوار.